قلنا زمان في أفوضوا أمري إلى الله أن هذه الآية استنبط منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرآنية اللي استنبطها بيقول عجبت لمن خاف، أي واحد يخاف من أي حاجة، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبرته حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله. فكأن القرآن لما يطلع اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. شوف فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بحر يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قال في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انقباض صدر ما يعرفش سببه ايه. وانت ساعه تقول كده والله انا مش عارف متضايق من ايه، ما انا مش عارف. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقبها يقول ايه، قال ايه ربنا بعد دي فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ودي مش خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى إذن الإمام جعفر الصادق ادينا روجيتا لمنغصات الحياة. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، تخاف من قوم ينكرون بك قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في غم دخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا إله إلا أنت سبحانك. ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء من هذا، لا من الخوف ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الايه، من طلب الدنيا.